يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتحام جديد لبلدة سباستيا شمال نابلس وللمنطقة الأثرية تحديدا، وهذه المرة منعونا قطعيا أن نتجاوز هذا الخط، حتى رئيس البلدية الأستاذ محمد عازم عانى كثيرا عندما حاول الدخول إلى داخل هذه الساحة. تواجد كبير للجيش الإسرائيلي، عشرات الآليات، عادة كان يسمح على الأقل أن نصل إلى هذا الحد، لكن اليوم أصروا أنه فقط لهذا المنطقة، وكانوا جدا الجنود فظين ويعني متوترين في التعامل. أستاذ محمد عازم الله يعطيكم العافية، شو اللي بيصير؟ يعطيكم العافية أولا، والحمد لله على سلامتكم بعد هجوم الجنود عليكم. نعم، هذا ما يمارسه جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال ضد بلدة سباستيا، استهداف كبير بعد تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة وتسليط الضوء على بلدة سباستيا وعلى الموروث الثقافي بلدة سباستيا. بالأمس كانت هناك عمليتان اقتحام للمواقع الأثرية، واليوم هذه العملية الثالثة خلال 24 ساعة للمواقع الأثرية في بلدة سباستيا. مخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على هذه المنطقة الأثرية وتهويد هذه المنطقة الأثرية مستمرة وبوتيرة سريعة جدا، وهذه المخططات الهدف منها هي منع الفلسطينيين، وكما تشاهدون ولا مواطن فلسطيني يتواجد داخل المنطقة الأثرية، والمحلات والأكشاك السياحية للمواطنين أبناء بلدة سباستيا أيضا مغلقة، والجيش يتعامل بعنف. وقبل قليل، قبل وصولكم بقليل، كان هناك إطلاق وابل من قنابل الغاز. ما له بيحضر لا يبدو محامل قنابل الغاز. نعم نعم، والأرضية هناك كما تشاهدون فيها العديد من قنابل الغاز الفارغة التي تم إطلاقها على بيوت المواطنين. قبل قليل تم إخلاء عائلات من مكان سكنها في هذه المنطقة نتيجة تعرضها للاختناق الشديد، أطفال ونساء. هذا هو إرهاب الاحتلال، هذا هو جيش الاحتلال، هذه هي حكومة الاحتلال التي تدعي الديمقراطية. مواقع أثرية مفتوحة أمام العالم بشكل كامل وأمام جميع الناس وحتى من كافة الديانات ومن كافة الشرائح، ولكن الاحتلال يحولها لثكنة عسكرية لتغطية. شو الغاية؟ شو اللي بيصير جوا؟ شو بيصير؟ الاحتلال من الواضح بأن هناك طواقم لدى حكومة الاحتلال داخل الموقع الأثري، شخصيات كبيرة في حكومة الاحتلال موجودة داخل الموقع الأثري، وهذا يندرج ضمن مخططات يسعى الاحتلال لتنفيذها، أعلن عنها في السابق واليوم تترجم على أرض الواقع من خلال إفراغ هذه المنطقة وابقاها فقط أمام العصابات الاستيطانية. هناك مشاريع كبيرة يسعى الاحتلال لبسط السيطرة من خلالها على المنطقة الأثرية بحجة أن هذه المنطقة تصنف كمناطق جيم، وهذه المخططات خطط لها سابقا وتنفذ اليوم في ظل هذه الحكومية اليمينية المتطرفة. اليوم كانوا في عورتا واليوم في سباستيا، فجرا في عورتا الآن في سباستيا، بعد شوي بيكونوا في منطقة ثانية، شو اللي بيصير عماله؟ كل المناطق الفلسطينية مستهدفة. عورتا بالأمس كانت مساء عورتا، وبالأمس أيضا كانت جبل عبال في نابلس، واليوم وبالأمس كانت سباستيا، واليوم أيضا سباستيا، وكل يوم المسجد الأقصى واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على أهلنا في مدينة القدس. هذا كله يندرج ضمن مخطط حكومة الاحتلال الرامي إلى بسط السيطرة على الأماكن الدينية والتراثية والأثرية في فلسطين، وسرقة أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وإتاحتها فقط أمام العصابات الاستيطانية. بشكل دائم بيجوا مستوطنين بشكل يومي. بالأمس كانت هناك 6 باصات، كل باص فيه حوالي 50 واحد دخلوا المنطقة الأثرية، ونفس الشيء تم إغلاق هذه المنطقة بهذا الشكل، وأيضا تم منع أي مواطن من الوصول إلى هذه المنطقة. وهذه الاقتحامات السريعة والشخصيات الكبيرة في حكومة الاحتلال التي تتواجد حاليا داخل الموقع الأثري. معلومات عن حدث؟ المعلومات أن هناك أعضاء كنيسة متواجدين حاليا في منطقة المدرج الروماني ومنطقة البازليكا، وهذه طبعا الزيارات تأتي للضغط على الحكومة لتنفيذ مشاريع بشكل سريع للسيطرة على المواقع الأثرية في بلدة سباستيا. بكل تأكيد هذه الاقتحامات مساء هذا اليوم ستشاهدون وستسمعون عبر وسائل الإعلام العبرية عن هذه الاقتحامات وعن الأهداف وعن الأطماع وأيضا عن الدعم الحكومي اللامحدود طبعا حكومة الاحتلال لهذه الاقتحامات في بلدة سباستيا. السؤال المهم أنه انعكاس هاي الاقتحامات أستاذ محمد على الحياة بشكل عام في سباستيا وعلى المنطقة. بكل تأكيد هذا هو هدف الاحتلال الأول والأخير، اللي هو إفراغ هذه المنطقة وبس السيطرة عليها، ولكن هذه الأمانة للاحتلال وهذه الرغبات لن تتحقق بفضل صمود أهل سباستيا. سنبقى في هذا الموقع وسنبقى في الساحة وسنبقى في كل شبر في سباستيا مهما كانت النتائج مهما كان الثمن. هذا أولا، وثانيا هذه الاقتحامات التي تبعث برسائل للعصابات الاستيطانية بأننا نفتح لكم المناطق الأثرية في كل مكان وتحديدا في بلدة سباستيا، هذا ما يسعى الاحتلال عبر هذا الجيش
مدجج بالأسلحة من إيصاله إلى العصابات الاستيطانية. رئيس مجلس المستوطنات الإرهابي يوسي دقان يقيم في مستوطنة شام شمرون على بعد أمطار من بلدة سباستيا. في كل يوم يقوم بإطلاق طائرة الدرون لتصوير المنطقة الأثرية ورصد تحركاتنا. نشوف سيارات مستوطنين بدخلوا هذول اللي ورانا. نعم هذه سيارات مستوطنين وفيها أيضا مسؤولين. يعني هم كل الحرية لهم بالحركة. نعم كما تشاهدون المنطقة الفارغة إلا منهم من جيش الاحتلال والعصابات الاستيطانية وأركان حكومة الاحتلال. هذا هو الموقع الأثري في سباستيا. الموقع بحاجة إلى اهتمام أكبر وأكثر. الموقع اليوم وهذه الرسالة ليست فقط من سبيل أو من قبيل أن نقول أن هناك اقتحام أو كذا، ولكن هذه رسالة مهمة على كل المؤسسات الرسمية الفلسطينية وعلى كل مسؤول فلسطيني اليوم أن يأتي إلى بلدة سباستيا ويبعث برسائل عبر الإعلام الفلسطيني إلى الاحتلال بأن هذا الموقع فلسطيني كنعاني، سنبقى في هذا الموقع ولن نسمح لكم بالعمل داخل هذا الموقع. وهذه الرسالة إن صدرت عن مسؤول فلسطيني يجب أن ترفع المعنويات في بلدة سباستيا وتدعم أهل سباستيا. والمطلوب هنا ليس فقط هو الدعم المادي والمالي لبلدة سباستيا، وإنما هو الدعم المعنوي من خلال زيارة المسؤولين الفلسطينيين لهذه المنطقة. احنا أيضا نوجه هذه الدعوة لهم ليأتوا إلى هنا ليشاهدوا، لا يكفي أن يشاهدوا عبر الكاميرا، ولكن عرض الواقع الأمر يختلف تماما. بكل تأكيد هناك إرهاب يمارس الاحتلال. أثناء دخولي للموقع رفعت الأسلحة ولكنني رفضت الرجوع وأصريت على الوصول لهذا المكان وأتواجد في هذا المكان. ومن هنا أناشد كل المسؤولين وكل القيادات الفلسطينية العمل على زيارة بلدة سباستيا والعمل على وضع أيضا برامج لتعزيز صمود هذه البلدة أمام همجية الاحتلال وعربدته. شكرا أستاذ محمد حازم، يعطيكم العافية. الصورة تغني عن الحال. مثل ما ذكر هو رئيس البلدية ومانعينه يقدم، وعندما حاولنا أن نتقدم مترين أو ثلاثة تم دفشنا والاعتداء علينا وإجبارنا على التراجع. بالتالي إحنا أمام ثكنة عسكرية حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أختي أنت ساكنة هون، شو بيصير معكم؟ والله بنواجه مشاكل لما يضربوا القنابل والغاز المسيء ويصير مواجهات. حاليا في مرات او مرات لا. ما بتفرق مع ساكن مش ساكن بالنسبه له؟ لا ما بتفرق. لا ما بتفرق. شو بيصير؟ طيب انتم كسكان بهاي المنطقه شو بتشوفوا؟ شو بيصير؟ والله زيه زي كل شيء، يعني عادي مواجهات بتصير بين الشبان واليهود، بصير ضرب من هون وضرب من هون، واحنا اللي بنروح الضحايا يعني. بس عندكم خوف انه يتم السيطره كليا على المنطقه تهويد؟ اكيد يعني. أكيد المستوطنين ممكن بنفذ اعتداءات في بعض الأحيان على البيوت؟ لا حاليا احنا لا ما واجهنا هذا المشاكل يعني حاليا لا، بس انه بيقتحموا المنطقة اما البيوت لا لحد هيك لا. الله يحفظك توصلي بالسلامة. شكرا. شكرا يا أختي. صاحبة أحد المنازل هي تتابع ما يجري هنا، وبالتالي احنا عمالنا بنشوف تواجد كبير جدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا خلف هاي الآلية هناك عدد كبير من الآليات العسكرية، كمان عنا إحنا متواجد السياح بين قوسين الإسرائيليين المستوطنين اللي بيجوا بشكل دائم. إحنا هاي الزيارة ممكن تكون تقريبا في الأسبوع بنيجي مرة أو مرتين بنرصد الاعتداءات اللي بتتم. اليوم كان الوضع صعب، كان في فظاظة بالتعامل، كان في منع الاقتراب. ممكن وجود شخصيات سياسية عليا إما أعضاء كنيسة وإما وزراء وإما من مجلس المستوطنات يؤكد إنه سباستيا اليوم في مرمى الاستيطان الإسرائيلي، وأي صمت وأي سكوت عليها يعني أننا قد نفقد هذه المنطقة إلى الأبد إن بقيت هكذا مهملة لا يأتي إليها المسؤولون الفلسطينيون ولا يحاولون بأي شكل تفعيل هذا الملف.